Dragons Together with Danny. هذه أقوى دعوة مستجابة راح تشوفها في التاريخ. طب تاريخ إيش على حرام يا مرحبا ربنا يا طبعا عربية ضربتها دعوة سريعة جدا. هذا الشخص لو دعا عليك يوم من الأيام أعلم من روحك ستفارق الحياة خلال ثواني. يشتمني ويبهدلني ويكرشني. دعوة الأم لا ترد. هلا هات التليفون لأنها بنت بتتأخر الجو. خد افتحي ده هو افتحي ما اعرفش برد الليل عليها ولا ايه. خلصي محمد ابعتيلي البنت نور من عندك. ازاي ما جاتلكيش؟ ايه؟ ما جاتلكيش؟ انا بحترك من عصر تجيب لي خضار من عندي. يا حول الله يا رب انا بحترم من عصر البنت دي مش عارفه تروح فين. طب سلام يا محمد انا بجيب رقم ابوها دلوقتي ترن عليه. سلام. انا اديتي رقم ابوك يا بنتي. خلصتي؟ انا يا مصطفى البنت فين؟ انا بحتاج اجيب خضار ازاي ما جاتش؟ طب انا مش عارفه راحت فين؟ البنت رازقة من عاتب من عشرة راحت فين؟ طب انا مش عارف بتقول ايه؟ طيب ماشي هننزل ننزل ندور عليها فين دلوقتي؟ هنشوف البنت تتشوف في الشارع دلوقتي. سلام. انا مش عارفة البنت دي راحت فين؟ انا مش عارفة راحت فين؟ كل ما تعمل كده ربنا ياخدها. يا ماما اهدي يا ماما انت من الصبح عمالة تدعي عليها. انا احكي انت كمان حكاية مش نفسك؟ ايه يا ماما؟ انت تهديني يا ماما
ايش اسف؟ تدش من ايش انا بردي ايه؟ كم افسر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا جماعة الفكرة دي من عرف الأمهات اللي هي ما تدعيش على أولادهم، لأن أكم من الحوادث اللي بتحصل دعوات الأم. دعوة الأم مستجابة، دعوة الأم مستجابة. يا أمهات حرام عليكم ما تدعيش على أولادكم، دعوة الأم مستجابة، دعوة الأم مستجابة، والسماوات بتكون مفتوحة فيها، وأي دعوة بتأثر على أولادك. ممكن يكون بعيد عنك بيروح وما يرجع لكيش زي ما حصل كده. والفكرة اللي احنا بنوصله لكم الفكرة ان مفيش ام تدعي على اولادها. صح يا رندا؟ صح يا ويا سارة؟ صح. يا نور؟ يا فنانة؟ صح. الفنانة بتاعتنا دي. واشتراك في القناة، ولو بتحبنا اعمل لايك لنا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.